بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة إلى كل إلى من يهمهم الأمر. هذه رسالة تعتبر أكاديمية تدرس، ماشي بحال هذوك اللي تبقاو يهضروا على السجون، هاد اليوتيوبرز باغين بارطاجي ما بارطاجي. أنا أعتبرها رسالة جامعية، رسالة أكاديمية تدرس إلى من يهمهم الأمر، لأن السجون مشاو المناضلين، بقات الإدارة المركزية مع النزيل ضغطات عليه وبقات تنزل عليه وتتقتل فيه وتتعذب فيه وتتجوع فيه، لأن مشى المرصد، مشى عبد الرحيم الجامعي، مشات خديجة الرويسي داوة سفيرة بعدوها على حقوق الإنسان، بعدوها عائلة توريا السقاط، مشات آسيا وصالح الوديع بعد، وبن زكري الله يرحمه. اللي بن زكري في التوصيات 200 صفحة في التوصيات على حقوق الإنسان، ومات بن عيلات ومات الجبلي ومات ماتوا المقاومين ومات سعيد، مات عباس المساعدي، وكون بقاو حيين واخر العنقود عبد الرحمن اليوسفي، ومات خالد الجامعي الله يرحمه، ومات استاذي الكبير الدكتور الكبير الذي تتلمذت على يديه مصطفى العلاوي الصحفي الكبير اللي كاتب الكتب، شاهد كاتب ثلاث ملوك وكاتب على المسيره وشاهد على العصر، وتشدوا الصحفيين، تشدوا الصحفيين اللي كنا تنترجاو فيهم الخير. فتحيه نضاليه لبو عشرين، وتحيه نضاليه الريسوني، والله يرحم خالد الجامعي، والبقيه راه كثر ولكن تخلفوا، مشاو للوراء، مهداوي صوت يزعج وصوت منطقي وديمقراطي، وعبد العزيز كوكاس تخبى، وحافظ تخبى، وبزاف الناس، وبقى منيب تدافع، بقى منيب تدافع اليسار باقي تدافع على السجون، على الطابو، ان السجون تعتبر طابو، والمندوب ديالها وقيل مقدس، ما عرفناش، فات الصحراوي سن التقاعد، وفات 5 سنين ديالو باقي، التالوت الشر اللي تتكون من المندوب محمد سالم التامك، وتتكون من هاد المدير السطاتي، هنا هضرنا على البصراوية، هاد المدير الكراري عبد الرحيم، وتتكون من هاد القبالي رئيس المعقل مجدي كمال ملقب الصاروخ، الفكر العباباوي، جنرال ديال قشلة العباباوية، هرموم مدارة في عكاشة، حشومة وحشومة وحشومة. إلى كل من يهمهم الأمر، أنسردوا نهار هاد عكاشة، نهار تحلات في شهر 11 ديال 2000 ديال 1991، في شهر 11 دازوا فيها رؤساء المعاقل، ثلاثة تشدوا منهم العود، نهار تحلات العود اللي حل اللي داز مدير وتعتقل في الهروب الشهير ديال ميمون من حبس الناضو من زايو، واللي ميمون هرب 9 سنين وشداتو المخابرات، وتحية الحموجي شداتو المخابرات في لوطيل في طنجة، هاكو قال يبدا يهضر وكيليكس، وتعتقل في إطار التحقيقات ديالو، تعتقل هاد المدير العود اللي مات الله يرحمه، وقالوا راه طار شوى ب 100 مليون باش خرج في الطونوبيل ديال الخبز، وراه مات وجا وضرب عام ديالو في عكاشة، وتعتقل في 93 حنين رئيس المعقل في القضية المعروفة ديال كنور ديال المخدرات، هو الموظف اللي الموظف قال لهم ها الدار ديال حنين كيديرها هاي، وعطى البوليس عطى السينكام لعب جبار، وعطاهم تحية لعب جبار، عطاهم اللون ديال السدادر وديال الطلامط باش تعتقل، وتعتقل صحيح في الهروب ديال المعتقل الاسلامي السياسي عقيل اللي عنده المؤبد، وتخرج ديما تمشي عند ولادو ولد
تي ولد هو مشدود وولد شي سبعه ولد ودارك سيدة حدا الكاطريام ديال سيدي عثمان تعتقل صحيح هادو ثلاثة تعتقلوا من غير اللي هزاتهم الإدارة جابوا لنا هاد السي كمال دابا هنا التقرير راه تكلمت عليه في الحلقة السابقة أنا بقى حقوقيين ومنهم عبد الصمد القيادي الكبير في الاتحاد الاشتراكي واللي شاع عبد الصمد بالكبير ومنهم أخت منيب الرفيقة منيب اتصلوا بيا حقوقيين كبار ومحامين كبار وقالوا لي درت معاهم اتفقنا على الفيديو اللي راه درناه وعلى هذا الثاني وباقي الثالث ويكيليكس الثالث ديال الحريق ديال سيدي موسى ونتكلم على سيدي موسى وكيفاش اختطفونا راه اختطفوا معايا هاد البقرة ولي هز الموس على الدرك الملكي اختطفوا معنا البقرة اختطف معنا تا هو حوتة بالباندات ولا كوبطير تزينا ترونسفير ومشيت انا لسلا وتحية البطة رئيس المعقل اللي كان في سلا وكان في حوكاشة في التدخل وتحية لجودي وتحية لبن المليح رئيس المعقل ديال سلا وتحية لعبد العاطي وتحية للعالمي اللي دار رئيس المعقل في سنترا فتحية لهاد المناضلين الشرفاء ديال إدارة السجون بعد ما نتكلمش على سيدي موسى بزاف على الحريق لأن 53 نزيل مرحوم توفيت واغتيلت ولم تظهر الحقيقة رغم أنني أول واحد راسلت الملك برسالة وجاوبني الديوان الملكي المدير الشاهد ديال البطيوي بشعيب البطيوي وزاروني سبعة الوزراء الاشتراكيين منهم القحص منهم المالكي كان وزير الشغل منهم السفيرة اللي مشات لكندا اللي كانت وزيرة التضامن نزار الشقروني ومنهم بوزوبع سلا وتنطات لي الفرقة الوطنية في 14 كل ما حضر انا هو من ماشي اشهرت من تكلمت عن الحريق واسبابه رغم ان ثلاثة الموظفين كبار في الادارة المركزية مسؤولين طلبوا لنا نغيروا الحقيقة هادشي علاش تهزينا وكان اتصالي بالصحفية المقتدرة مريم مكرم راه هي شاهدة على العصر وقت تكلمت معاها تصنتوا لنا باش نعاود لها الحقيقة داروا لنا الاختطاف تلقينا راسنا باندا ما عارفينش فين مهزوزين باندا وبينوط من رجلك ومن يديك وفي رمضان في رمضان 31 شهر 12 في 2000 ورا شاهدة ورا كاينين شهود هادشي كله سردناه في الأحداث المغربية عن طريق الصحفي المقتدر عبد المجيد حشادي وسردته وكتبت كتيب على سبب الحريق عطيته لعبد الحكيم بديع مدير النهار المغربيه دابا راه شاهد العصر بعد 21 سنه وفي هاد السجن شديت البكالوريا سيونس مات 2000 شديت البكالوريا راه اداره السجون الوحيد اللي في السجن شد اللي في المغرب شنو اللي شد البكالوريا سيونس مات رغم انني تتلمذت على يد اكبر الجامعات الذي اكبر الجامعات التي تكونت مع قيدوم الصحفيين شاهد على الاغتيال ديال بن بركه واللي كان محلل في المحكمه في باريس الذي هو مصطفى العلوي الدكتور مصطفى العلوي الصحفي الشهير واحد 50 سنه وانا تنقرا في الكتب ديالو تنقرا الاسلوب ديالو هادي راه كليه متعدده الاختصاصات انا ماشي بابا مقاوم وعنده قريمه وخويا مشى للصحراء وعنده 22 سنه وخويا رجع من الجزائر وعندو من اللي رجعهم بومدين وتحكم بالاعدام في الجزائر وعنده 22 سنه من عائله مناضله ولدي انجينيور خويا اكبر مني انجينيور اختي مديره في شركه مشهوره في العالم من عائله مناضله ماشي با بيع ثور في سطات ودخل اداره السجون معروفين هادوك الصناديد ديال سطات اللي مسيطرين اللي منهم هاد المدير مسيطر على عكاشه عبد الرحيم الكراري وتجيب الموظفين السطاتيين تحطهم في الاماكن الامنه ديالو ويبعد
موظفين ديال بيضاوي وبعيد، ولكن انا اليوم ارتعيت ان اسمي الاسماء بمسمياتها. راكين عنده الاجازه عبد العالي كبدي، راه منبود في السجن، جا المدير وهاد رئيس المعقل وحيدو طارق، رغم طارق اتصلوا بيا نزلاء وقالوا لي جبد طارق وجبد هادي، طارق ما تيشدش وطارق سيفاه، رغم انني عندي معاه حرازات وما تيحملنيش على الحقوق ديالي ولا هادي، ولكن صبر جميل. وهاد طارق وكاينين بزاف الموظفين ومتقي اللي خو رئيس الاستعلامات ديال الدار البيضاء كامله من بود ديال السيبي، هادو محيدهم المدير ورئيس المعقل اللي ما تيسيروش ما تيسيروش في الركب ديالو وفي التعدو ديالو. ارا نشوفوا هاد محور الشر، وما كملتش لكم على سيدي موسى اللي في الحريق، جا اليوسفي كرئيس حكومه وسبب الحريق تبدلت الحكومه، وجا جطو كوزير اول، وجا عزيمان كوزير العدل، وتصنتوا لنا وقلنا لهم اسباب الحريق. بعد ما القياديين بعد ما هذوك المدراء المركزيين عيطوا عليا انا الاول وقالوا لي انت تقول ريشو اللي شعل العافيه وغنخرجوكم في العفو، حنا 15 واحد منهم هاد البقره ومنهم هاد حوته اللي حشومه نتكلم عليهم، لانهم مؤديين وتيكريسيو الناس برا وتيدخلوا للحبس باش يكريسيو وهادي وهادي، لان كما تكلمنا في الفيديو السابق تكلمنا على الفكر الاجرامي على هاد الموظفين وعلى المندوبيه اللي بقات في الساحه بوحدها، وبقى المندوب ديالها تيرافعه في البرلمان وتكتب وتيفند كل حقيقه، تيفند المهداوي قال لي دازت عليا طوبه في 23، قال لي لا راه المهداوي راه كان تيعيش في 5 ايطوال بارابور، انا شفت المهداوي في 23 بوحدو، شومبر بوحدو، الماكله تجي في البلاطو، تياكل المهداوي تياكل وانا اتعاطف مع المهداوي، ولكن ما تكلمش على التغذيه بزاف، راه المهداوي تياكل في بلاطو، تيجيبوا لي الصباح والغدا وبالفورشيط والموت، بحالو بحال المدير بحال رئيس المعقل، تيجيب لهم بلاطوات، والماكله اللي تقدم للنازل تتلاح، تتلاح في ليزيكو، 41 في السيلون، طارو ما كاينش محيدو بابو ديال السجون، اللي هو كمال الصاروخ. طارو ما كاينش، كولو طفي على الاخر ولحقوا عليه، تيجيبو كيلو ديال العدس في باسينه فرقها على 41 كلو ما وبقوش تيتكالش. واش وقع؟ والدجاجه تتقسم على 30 في الغرفه، على 30 عمرك شي دجاجه فيها كيلو تتقسم على 30، وتخيلوا تخيلوا دجاجة على 30 وتتقسم طراف وشي لحم، ما هو جاموس، ما هو ديال حمار، ما هو ديال بقر، ما عرف مين تيجيبوه. واسمع هادو الصفقات اللي تيلعبهم فورنيسور مع المدير، التالوت ديال الفورنيسور مع المدير مع المقتصد، ما تياكلش المجون والاثمنة. دابا 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 حاليا مطيشة ديرة البصلة ديرة درهم، هنا في السيف 30 تما 5 دراهم، مطيشه من تدير 3 دراهم هنا 40 تتبقى تما 10 دراهم، تفاح 12 درهم، البنان الحوت خانز ما يتكالش، هذا اللي تيتباع ب 10 دراهم راه ميلو دايره 7 دراهم 7.5، واش تبقى تكذب عنا المندوب وتبقى تدي في ديال الناس؟ غنفيقوا لك بن زكري يدير لنا مصالحه اخرى معاك، راه كاين قانون درتو ميريكان، واخا ما حنا ما تمشيوش الامبرياليه ديالها، راه جا بايدن ودار قانون قشفجي، جمال قشفجي، راه تابع نتابعوكم حنا بقانون قشفجي هنا في المغرب والمحاكم الدولية، في هاد الشيء وفي هاد الاغتيالات اللي قاتلين، كورونا ما دارت والو، الوقت اللي كتبت أنا العام اللي فات كتبت تقرير أسود، كتبته في شهر 5، وراسلته جميع المسؤولين، كي قلنا الديوان الملكي، هاركوموندي، من الديوان الملكي لأصغر حتى العامل. جميع وصلناه حتى البرلمان حتى الملكي، وراسلناه لعبد النبوي، راه لم يفتح فيه تحقيق، وكان ديك الساعه 40 موت شوبه ود المدينه كي قلنا، وبزاف الناس اللي مات، هادشي كله ماتوا
تحت الإهمال الطبي، لأن الطبيب تيجي عبد الرزاق السامي نسموه الأسماء بمسميات، تيجي عبد الرزاق السامي تيجي رجل فوق رجل مع 9:30 تجي الطبيبة سناء العقاد وتيجي عمور تيديروا رجل تتشعلوا الرجال الأطباء تيشعلوا الكارو تيريحوا الناس راه تتموت. رئيس المعقل تيوقف عبابه براحه طويله تيقول الموظفين أمن المؤسسة أمن المؤسسة ما تجيبوش مساجين خليهم يموتوا ولا مات من السجون بحال مات طوبة في السجن. وحسبوا الوفيات وراه كاينه كورونا في السجن ما عندناش عليها. راه الشهر اللي فات في السي ام بي مات من السجون ورجعوا السجون كله رجعوا للحجر الصحي، علاش ما تقولوش هذا الشيء؟ ومات في جن في غوانتانامو جناح 6 مات من السجون الصباح ونزلته وها هما الوفيات. راه اتصلوا بيا نزلاء واتصلوا بيا العائلات ديالهم ونقول لكم تعذيب باش رئيس المعقل يمشي يدوز قانون قشف عنده جوج تعذيبات كلهم الحقوقيين تعرف عنده الاول العام اللي فات ديال الدري اللي فكسوا لي عينيه الفتق ديال العين محراب محسن في الغرفه جوج في الطابق الثاني. هذا صدر فيه عفو الملك بقى فيه ان سيدنا انساني ومن سلاله النبي هو مع الجزائر فايد العرش ديالو ومد لهم غصن الزيتون السلام، لكن كبرانات فرنسا عضوا اليد وحاشا واش تعض العد ديال سيدنا وقطعوا العلاقات قطعوا سرة الرحم بين الشعبين اللي في الخطاب الشهير ديال سيدنا قال لهم اي حاجه تمس الشعب الجزائري في العضو ديالو ولا تتمس اي حاجه تتمس الشعب المغربي حنا سواسية كاسنان المشط عندنا الكبرانات هنا ساكنين هنا كبرانات فرنسا منهم هذا المندوب ومنهم هذا تقلبوا على باه ويدعوني انا مستعد للمحكمه ومستعد ندوز عندهم وجد التامك وجد الكراري المدير وجد رئيس وجدوا لي المشانع وجدوا لي الماكينات وعيطوا على الجروب شوفوا واش عيطوا عليه من السعوديه ولا عندكم في الاداره الجروب اللي تسحل المسجون واللي فاش طحنوني وما تخليوش المعالم السعودية راه خلات المعالم ثم ما تخليوش المعالم كي درتو واش رئيس المعقل تيز ترونسفير ناس مراد في الموت الاكليني السيمبي اللي الملك اللي الدولة خسرات على السيمبي 3 مليار واللي الملك دشنو تيجي هاد السادي ديال المدير وديال هذا تيزو المسجون وهو في الموت الاكليني وتيرحلوه هو هوسبيطاليزي وخصو يخرج رونديفو وتيهزوه بلا رونديفو قبل ما يجي الطبيب مع العشرة يلا تقلب سامي طلعوه هو عيط عليه البارح تعيطش عليه الصباح تيجي مع 6 الصباح طلعوا الكار ما تيخليش الشعبة ان الشعبة هو المسؤول عن الترحيل محمد الشعبة ولد المدينة الموظف اللي تنشكروه من هذا المنبر لانه موظف شريف وتيشد الملفات بحال هكا وتطلعهم من الكار رغم ان اللي اوسبيطاليزي خاص يعشر عليه الموافقه ديال الطبيب يشوف واش عنده شي رونديفو يرحلو دابا ما بقات راه موافقه طلع وخير دليل المسجون المرحوم اللي تنعرفو ولد المدينه ولد شارع لاليا الياقوت المرحوم هشام غريب تم ترحيله نهار 7/11/2000 سجن أجيلال في حالة صحية جد خطيرة وكان تنعس في الغرفة تسعود في السنفي هزوه اليوم غدا صباح ميت هزوه هو ميت عنده الموت الإكليني وركبوه وداوه 500 متر في الجبال وصباح ميت المسؤولية لمن؟ أنا من المسؤولية دوا قانون خشبجي.
نمشيو للقضيه الثانيه اللي كنت حاضر فيها انا، وانا اللي كتبت للدري اضراب عن الطعام، اللي هو المينور عزيز الهموري عزيز ود حي السلامه. هاد مزجون كان شدود على الاغتصاب، شدوا رئيس المعقل كان تينعس في جناح ثلاثه في غرفه 17 في الطابق ويضربوا الجهاز التنازلي ديالو بالبروت كان ديال عبابو ضربوا. هاد السيستيم حاشاكم ديال الجهاز التناسلي اختصاصيين يهضروا فيه احسن مني، خسر الدري ولا الدري تيبو القيح ولا صداع ولا لو هاد الشيء ديالو طلع ليه هنا ولا بقاو الموظفين، رئيس الجناح تيطلبو والمدير تيطلب والطبيب، المسؤولين المباشرين كانوا علموا النيابه العامه في شخص المدير المسؤول الاول المباشر ديالو وفي شخص طبيب المؤسسه اللي هو عبد الرزاق السامي. بقاو ساكتين، بقى الدري وباش يحيدوه كي تنقولوا عند مسامر الميدا من جناح ثلاثه داو عند البيبي الصغار داو الجناح واحد وبقى تيعطف عليه بالماء وبشويه الماكله وعائلته حيحات من برا وخباه وبقاو عليه بالبراوات وهادي وتهدنوه ومشى للمحكمه هو يشكي للقاضي شكى العجمي سعيد العجمي مشكور على يديه اللي مشى دابا المجلس قال ليه انا راه تنموت شاف قال لي راه رئيس المعقل ضربني ودار لي هنا وهاد هو يقول لي انت يا ولدي راه عندك الحق النيابه العامه عندك الحق تقدم بشكايه. الدري خاف خاف من الصاروخ خاف القش اللي يعدمو يقتلو صدق القاضي داك النهار مخرج الدري راني اتصلت بيمو. القضيه الثانيه ديال التعذيب ومحاوله القتل والقضيه الاولى ديال اللي مشات لي عيني في جناح جوج راه الموظف قال لي انا اللي حل وسد قال لي كون عرفت بحال هكا كون شهدت عند الفرقه الوطنيه ضده. وشكون الشاهد اللي كان عنده ديال الفرقه الوطنيه؟ الشاهد ديال الفرقه الوطنيه اللي كان ينعس في المصحه سميتو البهجه هذا كان حاطو رئيس المعقل في المصحه سميتو محمد المهدوب الملقب بالبهجه، تم ترحيله نهار 10/1/2020 بعد ما كمل المهمه ديالو كان يصول ويجول وهادي 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 واي شهاده ديال الزور تيعيطوا عليه تجي شهاد عنده الحياه رقيق هو شاهد في عمليه الفسق ديال العين بالزور وشاهد في قضيه ولد الغاليه في كمال ولد الغاليه بعد ما تلاحت هذيك المخدرات اللي تمشي عليه صباعه وتمشي فيها وتلقف يلقف المدير يلقف المدير ورئيس المعقل بسبب حسابات كانت عنده مع رئيس المعقل في نملال بغى يلقف عليه يتلاحت لكن الحشيش يتلاح من وراء السور ولكن جابوا البهجه وقالوا له قولوا ديال ولد الغالي. وبعد ما ادى شهود الزور ماشي الشهود اللي ذكرهم في القران اللي مبشرين بالجنه الثالث شهد شاهد من اهل هذوك الشهود وشهد المطشر مشيطات سيدنا موسى الملق شاهد اللي شهد شهودين هذوك الثلاثه اللي في القران شهودين بالجنه هذا الشاهد ديال عبابو عبابو المندوبيه اللي خص لهذا المندوب سير دي معاك لبير قاسم ديه حرس لك لا تنسمعو باغي تعطيه مدير. حنا هاد الحكومه ديال العثماني حكومه العداله والتنميه راه مرغات حقوق الانسان في المغرب مع تحيه كبيره لعبد الاله بن كيران رئيس الحكومه ولكن معاول الشر ويدك ويد القابله يخرج الحرام يحول من الصفوف الاماميه ديال بن كيران علقوا ليه المشانق ومرغوا حقوق الانسان وما خادوش المسؤوليه وخلوا المغرب حقوقيا مشى. راه جا وزير الخارجيه ديال ميريكان بلينكن وجا عند بوريطه وكان البلاغ ديال وزير الخارجيه تكلم على حقوق الانسان وتكلم على السجون والمغرب الرسمي راه ما قالنا والو في البلاغ راه ما قالنا والو. فصبر جميل فشتان بين مطرقه حقوق الانسان والمواثيق الدوليه
وسندان الكفر الحقوقي لمندوبية إدارة السجون. راه حشومه حشومه حشومه، راه هاد الاغتيالات وما خفي كان اعظم. وزو ديك النهار ولد حزوت با مقاوم عبد الكريم، زو داو السنطرة اول شده وطمسوا ليه الحقيقه وزوروا ليه الملف. ودابا راه خو رضوان الزردي، رضوان راه هو راه الزردي رضوان راه هو في سيمبل، عنده الماء في ظهره، تيعطيوه اسبيرين ما بغاوش يخرجوه. راه ما تيخرجش هذا رئيس المعقل، تيحكم على الطبيب، راه ما تيخرجش، ما تيعطيش لي فيكتيف الموظفين، ما تيسينيش عليهم باش يديو المسجون للسبيطار، تيبقاو تما تيموتوا. والسيمبي كيتكلمنا راه تيدير ليه لافوي، وراه الطواليطات مصيبين من النوع الممتاز، تيقلعهم. دابا هما مراد في السيمبي، كاين اللي مراد بكلاوي، كاين اللي تيدير الدياليز، راه بغا يريح حاشاكم في الطواليط تطيح بيه خصيش. هادي سادية رئيس المعقل تيقلع الطواليط، وكي قلت في الفيديو السابق راه الطواليط ديال الغرفة الستة في الطابق السفلي ديال جناح ثلاثة راه مقلعة هي والباب، في التفتيشات ديالو اللي تيدخل هو 60 واحد تيفتش مع جوج د الليل، ما كايناش شي بيركيزيسيون ولا شي تفتيش. راه البوليس في قانون الإرهاب تيفتشو من 6 الصباح حتى للتسعود، راه هذا ما عندوش الصفة الضبطية، راه فايت مصنط ليه المندوب، راه فايت مصنط ليه وكيل الملك، راه هرس طواليط ديال واحد الموظف قال لكم دخل الحشيش عبد الغني، هو والمدير هرسوا طواليط وقال لهم، قالت لهم النيابة العامة ما عندكمش الحق، كاين الضابطة القضائية اللي عندها الصفة الضبطية هي اللي تمشي تفتش. هرسوا منشأة عمومية، وهاد الاغتيالات وهاد الناس اللي ماتوا، هذا منهم حميد المهدو، المهدوب اللي هزو ترونسفير لطمس الحقيقة، الشاهد باش إبعادو وترحيلو إلى سجن الودايا مراكش، راه دار فيديو وفتح وهدد فتح الحقيقة. علاش هزيتيني أنت وهاد المدير؟ وهادو راه شكايات ديال هذا ولد الغالية، شتيه؟ حنا ولد الغالية تتقول الإدارة راه برا معدي ودير ودير، حنا كاين قضاء وكاين بوليس راه شدو وكاين قضاء، حنا ما نتفقوش معاه في الجرائم اللي دار، ولكن نتفق معاه في حقه الدستوري والدولي في المواثيق الدولية، في التطبيب عنده ترويض. لماذا رئيس المعقل ضاغط على كمال الصاروخ مجدي، ضاغط على الطبيب وما مخرجينوش؟ خرجوا ضربوه كورونا، خرجوا ضربوه كورونا، حنا تنعيشوا مع كورونا، انا في داري تنعيشوا مع كورونا، جات لامي جات لختي جات، وانا في داري تنعيش مع كورونا، وكنعيش في الشارع مع اصدقاء ومع محامين ومع قضاة، وتنعيشوا مع كورونا، وكورونا احمد الله يا ربي تبعد منا هذا الوباء. واش كورونا ما تخرجوش المساجين؟ وكورونا تسمح بالترحيلهم قسريا هما في الموت السريري، وتحركوا الحقوقيين، وتحركوا واحد الزمره راه بقات ديال اصحاب الضمير، راه مات بن زكري ومات خالد الجامعي، ومشى ولدو ومشى رضا بن شمسي، ومشاو الناس اللي كنا باغيين نتكاو عليهم. ودابا انا راه فضحت هاد الطابو، انا ماشي يوتيوبرز ما تبارطاجيوش، هادوك اليوتيوبرز اللي تيهضروا على السجون خاصهم يمشيو لدرب غلف، جيو كاملين لدرب غلف يتبيراطاو. انا تنتكلم ورسالتي الى من يامر، عندي صديق ديالي شاف هذا الفيديو وعنده الدي او اس ديبلوم ديتيد سيبيريور، وقال لي نبريباري الدكتوراه ديالي في السجون ما بعد الاستقلال، في سجون المغرب ما بعد الاستقلال، لان اول مدير ما بعد الاستقلال كان في السجن، في سجن قبيله، هو محمد مجيد الله يرحمه ابن مدينه اسفي الله يرحمه، اللي كان رئيس الجامعه ديال التينيس، راه الحمداويه دخلوها من عائله بن عرفه الشيباني، دخلوها لقاتو، قاتو هو المدير، ومن دخلوا اشتراكيين دخلوهم للسجن قبيله، راه لقاه هو المدير وتعاطف معهم لانه كان قيادي مع عبد الرحيم اليوسفي ومع عبد الرحيم بوعبيد ومع اليوسفي ومع ابن واللائحة طويلة، ومع سعيد جبلي ومع حافظ إبراهيم.
مع رئيس الحكومه، ودابا راه تنطالبوا بتحريك المتابعه. يدعيوني انا مستعد، ولكن تحريك المتابعه راه ما بقاتش، راه اللي جا للبرلمان ما بقاتش. يقولوا لنا فينك سي شوقي بن ايوب، وكتبت كتاب يشهد له التاريخ المعاصر، كتاب من اين لك؟ هكذا كان انت وعباس بودريقه، وتكلمتوا على الماضي الاليم ديال حقوق الانسان والاغتيالات في المغرب والمصالحه، وكنت من الاوائل اللي شراو هذا الكتاب، وتنعطيه دابا للمقاومين، تنعطيه لهم تقراوه. وشنو نفيقوا بن زكري يدير لنا مصالحه اخرى مع السجون ومع هاد الاغتيالات ومع هاد المدير، مع هاد المندوب، مع هاد المندوب البصراوي، ومع هاد المدير تا هو البصراوي اللي ولد سطات، تحيه للشرفاء ديال سطات ومنهم عبد العالي خيرات، والمرافعه الكبيره ديالو في البرلمان اللي كان يغتال فيها الوقت اللي كان هو رئيس الشبيبه الاتحاديه. واتقوا في الوطن، واتقوا في النزلاء، وفعلوا المتابعة، فعلوا النيابة. حسن الدكي الله حنا وهاد الناس، هاد المنبودين، هادو راه ضعفاء، ضعفاء القلب المنبودين، واش تيوكلوهم؟ راه البيض، البيض مرتديلة والطورتة راه اسباب الوفيات، راه ما كاينش واحد الاكل متكامل، وهذا الشيء راه يهضروا عليه اختصاصيين الطب، ما كاينش اكل متكامل تيتعطى للمسجون. انا ما تنقول لكمش ديروا المسجون في جنة الخلد، ولكن اضعف حاجه هو صحته في التعليم وفي التطبيب وفي الاكل، وتسد عليه ودير الكريات وسد عليه وسد على المسجون، ما كيتهواش 41 في الزنزانه بلا طارو. انت علاش حبستي عليهم الطارو يا رئيس المعقل؟ اش تيديروا في الطارو؟ العائلات عامين ما بقاتش دخلات، راه البزنس تيدخلوها الموظف في سامسوني. هذا الموظف راه من اين لك هذا؟ راه كل واحد تلقى عنده كات كات، وتلقى عنده تايماكس، وتلقى عنده جبرطمات ثلاثه. وهذه رساله الى السده العاليه، تا هي والناس اللي دايرين بالمالك واللي بغاو يخدموا البلاد والوطن، والى من يهم الامر الشرفاء بهاد البلاد، باش يتحملوا مسؤوليتهم امام الله. فهاد تالوت الشر، محور الشر الانساني، اللي هو محمد سالم التامك وعبد الرحيم الكراري المدير ورئيس المعقل مجدي عبد الغني. والله يرحم هاد المساجين اللي ماتوا تحت التعذيب وتحت المشاركة في التعذيب مع سبق الترصد، والله يرحمهم الله يرحم. وإلى حلقة قادمة نتكلموا على المأساة، على الحريق ديال سيدي موسى. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.